شكل مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار همة طويق وجهة سياحية للكثير من الزوار والسياح. كاميرا ياهلة كانت هناك في أرض المهرجان ورصدت كثيرا من الأحداث المبهجة وعادت بهذا التقرير. الحمد لله، يعني احنا اليوم نتكلم عن 25 يوم مضت من المهرجان، مدة المهرجان 45 يوم، بقي 20 يوم. الحمد لله يعني كانت الزيارات كبيرة جدا والزوار أيضا بكثافة في كافة أنحاء المهرجان وحتى المخيمات الملاك المحيطة، تقريبا في حدود 800 ألف زائر للمهرجان، وأيضا 800 ألف أيضا استفادوا من الشارع التجاري الطويل اللي يعد الأكبر على مستوى العالم بطول 15 كيلومتر بوجود 1000 محل تجاري يقدم كافة الخدمات سواء المرتبطة في الإبل أو المرتبطة بخدمات الناس، المطاعم، البنزين، الوقود، أيضا حتى يعني الخدمات الشخصية اللي يقدمها بعض المحلات تقدمها في هذا الشارع. يعني في نهاية الشارع أيضا هناك مزادات للإبل يقدم لصالح ملاك الإبل والخدمات الموجودة. أيضا هناك العديد من الفعاليات اللي تقدم للزوار سواء في الصالة الرئيسية اللي هي عروض الإبل الرئيسية، هو الفعالية الأهم في مهرجان الملك عبد العزيز، من خلال مشاهدة لجنة التحكيم أو الإبل وهي تعرض أمام لجنة التحكيم، أو حتى مخيمات الملاك وما يحدث فيها من حراك ثقافي يعني تراثي من خلال وجود بعض الشعراء، يعني بعض الملاك اللي تسبق مشاركتهم يقيمون احتفالات في مخيماتهم، أو حتى المسيرات مع الإبل قبيل دخولها المهرجان. هذه كلها فعاليات تقدم للزوار ويستمتعون فيها ويشاهدونها ويشاركون فيها أيضا. اليوم نشعر هناك قفزة قاربت الخمس سنوات من النسخة السادسة إلى النسخة السابعة بهذا العمل وما ترونه. منصة طويق عبارة عن مساحة تقريبا تقدر ب 5700 متر مربع، تحتوي يعني منصة خاصة لكبار الملاك ولكبار الضيوف. هناك عندنا لدينا علاقات عامة وعلاقات ملاك. العلاقات العامة معنيين بتوجيه الدعوات لكبار الضيوف وللسلك الدبلوماسي عن طريق وزارة الخارجية، ويزورنا تقريبا يوم مرة يوم سفيرين من جميع الدول الصديقة والخليجية والعربية. أيضا لدينا كبار الضيوف من الملاك ومرافقينهم اللي مشاركين في الأشواط، وهناك تذاكر VIP من خلال المقصورة الداخلية. تقريبا يزور المنصة يوميا قرابة 1000 زائر. يتخلل المنصة أكثر من فعالية من خلال الشركاء. عندنا جانب ثقافي كثير في المهرجان أيضا بشكل عام، يتخلله بالشراكة مع مكتبة الملك عبد العزيز العامة، ندوات عبارة عن صوالين ثقافية كل ثلاثاء تقام تحاكي يعني الإبل والتراث والموروث وتاريخه. أيضا رغب الجهة التنفيذية في النادي أو في مهرجان الملك عبد العزيز، رغبت أنها تعطي فرصة لجميع المواهب من خلال إحياء الموروث من خلال الرسامين والفنانين. أيضا لدينا العرض النجدية وجميع العرضات اللي تعطي انطباع عن ثقافات المملكة العربية السعودية، ونعرفها المملكة العربية السعودية عبارة عن قارة كبيرة تخللها ثقافات كبيرة، نحاول نوصلها دائما للزائر من خلال الفعاليات المقامة داخل المنصة. تراث، ثقافة، تاريخ، حقيقة ما يحدث داخل هذا المهرجان من الأشياء الثقافية المتكاملة. شكرا للزميل فيصل الملحم اللي كان هناك في أرض الحدث ونقل لنا هذه الأحداث بهذا الشكل اللي شفناه، وسنظل فيها هلا نتابع باستمرار هذا المهرجان وكل ما ينتج عنه. في خبر